مشاهدي قناة بيستارز، أسعد الله وقتكم أينما كنتم. الواحد ميجوان هو يوم عيد الطفولة، والفنانة الجزائرية نوميديا رازول تتمنى عيد سعيد لكل الأطفال، ولكن في نفس الوقت هي حزينة. والسبب بابي دا مغني زعفان هاس البخومي جوا عيد طفولة، واحد منكم ما بعت لي ميساج قال لي صحة عيدك، ولا بعت لي كادو، ولا بعت لي الفلوغ، ما بسي ما نحبوش مزيدوش تهدرو معايا عافي. عيد طفولة سعيد مبوتي بيبي توت، ما في نقول لكم كلام شباب. اليوم عيد طفولة دارو لي سباغيتي. وكقناة بيستارز نقول لكل أطفالنا عيد سعيد وحظ الموفق في الامتحانات. انا عندي بيبي دعمو، انتم عندكم بيبي دعمو، انايا عبالك شحال ما عندهمش الزهر اللي ما عندهمش حنا في حياتهم يا بيبي. ومني لكم احلى سلام يا احلى متابعين في العالم. شاركوا في القناه، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم بيستارز.